أي نعم. يقول أفضل تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى. طبعا كتب التفسير كثيرة وكل واحد اهتم بزاوية معينة من التفسير، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمام المفسرين هذا اللي هو جامع البيان في تأويل آية القرآن اللي هو التفسير الطبري، تفسير الإمام الطبري هو أفضل كتاب تفسير، لكنه عميق، كتاب عميق، يعني إنما يقرأه طلبة العلم. أما عامة الناس فيأخذون المختصرات كتفسير البغوي، تفسير السعدي، تفسير الجزائري، أيسر التفاسير، يعني هذه التفاسير جيدة للناس اللي هم عامة الناس. أما طلبة العلم لا، يأخذون تفسير ابن جرير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، له لمسات جميلة جدا في التفسير، فوائد تفسيرية. طيب تفسير القيم لابن القيم رحمه الله تعالى ومنتقاه، طيب في تفسير ابن أبي حاتم، في تفسير ابن المنذر، في تفاسير كثيرة جدا حقيقة. الآن في التفسير المحرر جميل جدا، بس أيضا متوسع لمجموعة من طلبة العلم، الدكتور خالد عثمان السبت حفظ الله معه مجموعة من طلبة العلم المشايخ، يعني جدا ممتاز تفسيرهم، اسمه التفسير المحرر. وفي المحرر الوجيز لابن عطية، لكن إمام المفسرين ابن جرير بلا منازع رحمه الله تعالى.